على الحدود مع قطاع غزة. مع يا ابني انت بقى بطل الهبل اللي انت عمال تعمله، هو كل شويه يطلع يجيبك من فيديو شكل حدود مع قطاع غزة مع القوات العسكرية. ايه اللي انت لابسه ده يا فشخ؟ ايه ده؟ فهمني انت، انت عارف ده ايه ده؟ طب ده تقيل عليك اصلا، ده وزنه تقيل، ده جايب لك قتب وانت واقف، وايه ايدك اللي عماله تترعش دي كده؟ ايه في ايه في يا فشخ؟ ما تثبت كده، اثبت، ما توترش عادي. او انا عارف انت رايح تقابل الغزاويه ففي رعب في الموضوع، انا شايف اهو قدام الناس. يعني انت بذمتك بالرعشه اللي في ايدك دي لو طلعت ضربت بالرشاش ده ايه اللي هيحصل؟ اقول لك اللي هيحصل، هتغربل زمايلك، هتقوم مروق عليهم، ما انت خارج السيطره. مفيش فشخاي الرعاش طالع يحارب يا اخوان. بص يا فشخاي، طب انا هديك نبذه انت رايح تحارب مين، ماشي؟ عشان بس عشان ما تغفلش، انا قلبي عليك، ما انا لو قضوا عليك انا هطلع اضحك على مين، فاهم؟ تعال اوريك هتقابل مين. ايه رايك طالع من تحت الانقاض ضرب امباليه علامه النصر، انت فاهم الحوار؟ انت رايح تقابل زومبي يا فشخاي. فشخاي الناس دي لا تقهر لا تموت لا انسى، هتقابل فامباير هناك والله. ده انت بص هم عطشانين اصلا بقالهم شهر ما بيشربوش، فهيشربوا من دم اللي جايبينكم.